بالنسبة للزكاة لمن له ابن أو أم أو أخت. نعم عليك محمد. الذين تلزمه النفقة. نعم أعد السؤال. لو أن الإنسان عنده ابن أو أم أو شيء ويريد يخرج الزكاة، قلت من تلزمه نفقتهم فلا يصح إخراج الزكاة إليه. نعم. فمن الذين يلزم نفقتهم على الشخص؟ كل من تلزمه نفقته فإنه لا يجوز أن يدفع زكاته إليهم من أجل النفقة. من هو؟ أما لو كان في قضاء دين فلا بأس. فإذا فرضنا أن الوالد عليه دين وأردت أن تقضي دينه من زكاتك وهو لا يستطيع قضاءه فلا حرج، وكذلك الأم وكذلك الابن. أما إذا كان تعطيه من زكاتك من أجل النفقة فهذا لا يجوز، لأنك بهذا توفر مالك، والنفقة تجب للوالدين الأم والأب وللأبناء الابن والبنت ولكل من ترثه أنت لو مات، كل من ترثه لو مات فعليك نفقته لقول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، فأوجب الله على الوارث أجرة الرضاع لأن الرضاع في منزلة النفقة.